لحيث السنة اللي ولد فيها العقيد عام الجلاسي عام 42 صلها الألمان خرج الطليان من دون من 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 طرابلس صلها انتهت. لكن الحكم الطرابلسي اللي كان الطرابلسية يعتبره حكم تونس جنة بالنسبة لما كانوا عليه من الذل والهوان والمحق والقضاء على الشعب الليبي جماعات وعروش يرمونهم في الصحراء ويجيبوا الطليان انت الحصل معناه ويحلوا بحلوا حلونا من نسوش هذا. ثم بعد شو عملت بريطانيا؟ ما خلتش مقعد الطليان، اعتبرت نفسها حليفة بريس سنوسي وصلها تحاربت معاه عن الاستقلال اذا كان تنتصر، لكن خليت طرابلس على جهة، ما دخلش طرابلس في الحلب، بحيث نتفكر بعد الحرب انت حاسم معناها الطرابلسية كانوا في موقف حرج، يعني كانوا يخموا مش يرجعوا ايطاليا انت حاسم يحطوها تحت وصايا أممية انت حاسم معناها كذا، بحيث الطرابلسية طلبوا وترجاوا من الملك بريس سنوسي باش يدخلوا معاه فت الحلف باش يتمتعوا بما وعدت انجلترا بيه ادريس السنوسي من استقلال حتى يتحصلوا على الاستقلال مع برقة الحصل اللي كانت مركز السنوسية ومركز ادريس السنوسي. وهذا موقع هذا التاريخ لما حالة تجاوز، لكن ما ننسوش باش نعرفوا كيفاش تكونت هالكتل هالمنقسمة. ثم من المولى سبحانه تعالى علينا بالنصر واخذينا الحكم في الدينة. يقول لي العقيد قدافي توا بعد اللي اخذينا الحكم في الدينة متخصم معنا يلزمنا نفكروا في الوحدة. قلت ما أقول فيها بقى نفكروا فيها تفكير فيها، لكن هذا عمل عظيم كبير يستدعى وقت بستغيير الأدمغة اللي مدة قرون هي الحصل معناها، بمعنى تنظر نفسها كأمة كشخصية كحاجة عندها شخصيتها انت العظم انفسخوها شيئا فشيئا وردوا شخصية العرب بتمامهم وكمالهم شخصية واحدة وطن واحد وأمة واحدة. هذا يتحملوا معناها عشرات ومئات السنين، نبدأ بشوية بشوية، ما نجيش نعمل هوا تحطينا عملنا جمهورية لسيما أنها جربت الأمور هذه، كما عمل عبد الجمال عبد الناصر واحدة مثل حسن واحدة تفرقت وصارت الحالة هاك تشوف فيها الحالة. هو نفسه العقيد القذافي مثل حسن كما تخلي في اتحاد مثل حسن مع سوريا ومصر والسودان فينه ما هو أعلم فيه مثل سوريا ماشي جهة السودان ماشي جهة تحت المناطق لأن مثل ما قال واحد من الحاضرين ليش وحدة شعوب؟ لأننا نوحد الشعوب، والشعوب ما تتوحد لما تتغير الأدمغة وتتجه نحو توسيع معنى الوطنية اللي خلقناها وغذيناها مثل حصل معناها في دائرة تونسية جزائرية مغربية ليبية مصرية سورية لبنانية حتى نغذيوها بأمور أخرى اللي نوسع بها مثل حصل معناها النتاق هي رواج الوحدة فيها مولي لزيادة القوة باش نكونوا أقوياء. إذا كان نبقاو ديما في الحالة هذه من الضعف والوهن والتأخر العلمي والتأخر التكنولوجي والقافلة متاع التقدم متاع الحصر سايرة إلى الأمام ما يزيدناش قوة متاع الحصر نزيدوا مليون ونصف ليبي على في خمس ملايين توانسة متاع الحصر معناها وكله هوا متاع الحصر معناها تطوينا ولا زلنا في نوع جديد من الاستعمار وهو احتياجنا لآلاتهم الآلات اللي اخترعوها وتصليحها باش نصلحوا بمعنى ماكينة كرهبة انت الحصل باك انت الحصل عندي اخيرا في القصر انت الحصل تعطلت
الشيء السخان بتاع الماء بتاع الحصى اللي سخن القصر بتاع الحصى بتاعنا رجعتنا بمعنى احرار في السياده، لكني في الحياه والحاجيات اللي احنا بيدنا ما عادش نستغنوا عليهم في يدهم هما، وتصليحهم في يدهم هما، بحيث ما زلنا ونتحدى ونتحدى امريكا. كنت اتحداها بعد هي نتيجه نتيجه تاكل فريحه تصريحة تولي سينا انت الحصل معناها اللي مشينا الحر في فلسطين سينا ولاد عن جيو او التعدي الى كلاب ماذا يقول. انا نحب نبني الشيء على الصحة، على الصحة، على الدماغ، على البشر، كيف ما بنيت الوطنية التونسية على تغيير البشر التونسي. نحب الوطنية العربية اللي نؤمن بها ونحب نكونها، نحب نبنيها على تغيير البشر، تغيير تفكير العرب، تفكير جديد غير التفكير ذيك اللي إلى الآن ما زال موجود وتحب له قرون باش يزول مثل حصل شيئا فشيئا. وهو من توا عملنا فوارق ما بين الأنظمة الملوكية هذوك ما نتفاهموش معاهم خاطر ملوكية مثل حصل، والأنظمة الجمهورية باهين احنا ما عندناش فرق مثل حصل معنا. كل دولة حرة باش تكون عندها النظام اللي عندها، وإذا تحب تغيره هي حرة باش تغيره، وعندها قواها باش تغيره متاع معناها وباش تحسنه متاع، وما نتدخلوش في شؤون غيرنا باش نكونوا فتن وباش نكونوا كذا، ونشجعوا الثوار ونشجعوا شنو، ونبعثوا الأسلحة لزايد ونبعثوا الأسلحة لعمر، وعلى أنه نتحداوا بريطانيا كيف نعينهم متاع الحصن معناها الإيرلنديين. الإيرلنديين أقرب للإنجليز منذ قرون من الانجليز من تحت للفرنساوي كمال بحيث الخلاف اللي ما بيني وبينه مش فيما يخص الاتجاه، فيما يخص الهدف البعيد. الهدف البعيد ما يرفضه حد، لان يلزم يزيدنا قوة ويزيدنا هيبة ويزيدنا وزن تحصل في العالم، لكن حب نبنيه على اساس باش ما يقعلوش ما وقع للتجارب اللي سبقت اللي انتهت انت حصل معناها في الفضايح والهزايم انت حصل منكرة انت حصل معناها وحل محل اكل نخوة انت حصل العربية مركب الخوف مركب الهزيمة، بحيث هذا الشيء اللي انت حصل حبيت نعطي فكري فيه ومبينكم. سي معمر القذافي انت حصل معناها يحب معناها جيل هوني انت حصل معناها الوحدة، والله الوحدة لبس بيها كذا يا سيدي. أنا قلي مستعد باش نسلم لك الحكم وتكون أنت رئيس الجمهوريتين. بمعنى تنقصوا التجارب، تنقصوا المعلومات، تنقصوا كيفاش تتغير الأدمغة، تنقصوا هذا تكوين وطن في هو الوقت. هي ليبيا محتاجة إلى توحيد صفوف رجالها، إلى تكوين تحصل معناها رابطة قوية ما بين طرابلس من جهة وبرقة اللي ما بينها وبينها صحراء، والسودان شو اسمه الفزان اللي ما بينه صحراء. أنا شقيتهم الصحراء صحاري مثل حصل شاسعة عايشين في مش في القرون الوسطى في عهد سيدنا آدم مثل حصل معناها مازالوا سيدنا آدم.